بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا أول لحن. السلام على رسول الله. على حرف شر يا رجل. على حرف شر. يلا. على رسول الله. على رسول الله. نعم. فضية الشيخ. يقول السائل ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. هل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ نعم. هذا الحديث مشهور لكن ليس في كل صوم. إنما هو في الصوم إذا طال النهار واشتد الحر. فإنه إذا أفطر يجد هذا. يذهب الظما وتبتل العروق والأجر عند الله عز وجل. لكن في أيامنا هذه ما نقول هذا الدعاء. لو قلنا ذهب الظما ماذا يقال لنا؟ ماذا يقال؟ نقول لا ظما، هذا كذب. لو قال ابتلت العروق نقول لا، ما يبست حتى تبتل. أما ثبت الأجر نعم، لا شك أن نسأل الله أن يثبت لنا الأجور. ولهذا ظن بعض الناس أن هذا الذكر يقال في كل صوم ولكنه خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول ذهب الظما وابتلت العروق وهو لم يكن ظمآن ولم تكن عروقه يابسة. نعم. إذن متى يقال هذا؟ في شدة الحر والعطش. نعم.